السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غادي نطرقوا للمادة 273 اللي تتعرف اللي تعرف بها المشرع الهبة. صباح الخير أستاذ محمد جمال معتوق. صباح النور. الهبة، إذا شنو هي الهبة وشنو الفرق بين الهبة والهدية؟ الهدية ما كايناش في القانون العقاري، إذن الفصل 273 من مدونة الحقوق العينيه باش الناس يعرفوش من فصل، لان حنا رجعنا تبارك الله مدونه ديال الحقوق العينيه بين قوسين فقط، ملي تسمعوا مدونه اي بالفرنسيه كود، يعني ما بقاوش النصوص مشتتين، النص رجع عندنا مجموعة في مدونه واحده، يعني كان عندنا نصوص مشتته دابا عندنا مدونه الحقوق العينيه. اذن شنو هي الهبه؟ الهبه هو العطيان باللغه العربيه الشعبيه ديالنا، اعطاه ارض اعطاه دار وهب ليه تنقولوا وهب ليه. اذن شنو خصنا نعرفوا؟ خصنا نعرفوا اليوم شنو هي الشروط ديال الهبه، واش يمكن لنا نتراجعوا في الهبه، وشكون اللي كيخلص المصاريف ديال الهبه، وشكون اللي تيعطي وشكون اللي كياخذ الى اخره. اذن العقد تيميزها على الصدقه او لا العطيه ولا الهديه واخا. بالنسبه للهبه اولا هي المعلومه اللي مهمه باش الناس يعرفوها، ملي كيكون ملي كنتكلموا على عقار وغادي نديروا فيه هبه خص لازم يكون العقد رسمي، والناس خصهم يعرفوا بان ملي كنقول عقد رسمي جوج ديال الناس اللي كيديروا العقد رسمي، جوج، الموثق والعدول، حتى شي حد اخر ما كيدير العقد رسمي. وكاين العقود العرفيه هي اللي يمكن يدير لها محامي اللي مقبول لدى محكمه النقد، او المحرر اللي كيكونوا بعض المحررين اللي كيديروا العقود. ولكن بالنسبه للعقارات خاص ثلاثه ديال الناس اللي كيديروا العقود، الموثق العدول او المحامي. ولكن المحامي ما كيديرش عقد رسمي. الجوج اللي هي رسميه بالنسبه للهبه اللي يمكننا نديروا هبه سليمه قانونيا، يا اما العدول يا اما الموثق، باش نفرغوا من هذه النقطه، هذه العدول او الموثق بالنسبه للهبه. هذه الهبه خص لازم هذاك السيد اللي غنعطيه يقبل، اذا ما تيمكنليش نوهب لشي واحد هو مازال ما قاليش واش يقبل. اذن باش يمكن له يقبل خصو يكون عنده اهليه، خصو يكون عنده 18 سنه الفوق، او اذا كان عنده قل خصو يكون عنده نائب شرعي اللي غيقبل في بلاصتو. اذن القبول ديال هذا السيد هذا خصها لازم من الشروط ديال الهبه. ثانيا تيمكن لي ما يمكنليش نعطي واحد حاجه ماشي ديالي، ما يمكنليش نوهب لشي واحد حاجه ماشي ديالي، ما يمكنليش نوهب شي حاجه لشي واحد هذه الحاجه عاد جايه في المستقبل، يمكن غادي يعطيني واحد السيد شي حاجه ملي غادي يعطيها لي انا كنوهبها لك دابا، لا انت كتخلق وتكون عندي ديالي ونكون مالك ديالها عاد نوهبها. طبعا حنا كنهضروا على العقار والحقوق العينيه. ثالثا ما يمكنليش نوهب شي، ملي كندير الهبه ما كتكونش نيه التبرع، بعوض ما كيكونش مقابل، خاص تكون نيه التبرع. الهبه كنعطيها لوجهك انت، لا عطيتك انت كنعطيها لك انت، والصدقه كنعطيها لوجه الله. الفرق ما بين الصدقه والهبه هو ملي كنعطي لربي ما بقى لي ما نرجع، الصدقه ما بقى لك ما ترجع. الهبه في هذا الفرق، الا درت هبه لشي واحد ممكن نرجع، عندي جوج استثناءات. الاستثناء الاول هو الاعتصار. اشنو هو الاعتصار؟ الاعتصار هو ملي كيكون الاب ولا الام اللي دار الهبه لولده او بنته، سواء كان قاصر او راشد يمكن له يرجع في الهبه ديالو. اذا الاب اللي عطى لولده يمكن له يرجع في الهبه. قلتي من شروط الهبه انه خاص يكون عنده اكثر من 18 عام، خاص يقبل الهبه. قلتي قاصر غادي يكون نائب الشرعي ديالو اللي غادي يقبل. اذا الاب والام يمكن لهم يرجعوا في الهبه ديالهم اللي عطاو لولادهم، سواء كان ولادهم صغار او كبار. الحاجه الثانيه اللي فيها ممكن الاعتصار نمارسو، الاعتصار تنقول هو نرجع في الهبه ديالي، هو الا كان الدين يحيط الواهب، يعني السيد غارق في الدين وتيوهب. شنو هادشي اللي بقى لك انت غير توهب، مازال الناس كيسالوك الفلوس. مثلا ما يمكنش ولدك انت مطلق الزوجه ديالك وعندك ولاد خصك تعطيهم النفقه، وباش تهرب من النفقه وديك المراه باش تفقسها باش تطعنها زعما ما نعطيكش النفقه، والله الا ندمتي على داك الطلاق كنقبض داك الدار وكنوهبها لاختي، وانا هادو مغرقيني بالنفقه الواجب ديالي مازال ما اديتوش. اذن هنا الاولاد او لا الطليقه يمكن تطلب ابطال الهبه، لان هذا السيد المال ديالو محيط بالدين. اذن ما يمكنليش نهرب انا غارق بالدين. اذن هذه الحاله الثانيه اللي فيها الاعتصار. الاعتصار الاب والام يمكنهم يرجعوا اللي عطاو لاولادهم،
والحاجه الثانيه اذا كان الدين يحيط بماله، يعني السيد لا بل الى اذا كان ما كيقدرش ينفق على راسه او عليه دين غارق في الديون وما قادرش ينفق على راسه او ينفق على الناس اللي هو مسؤول عليهم، ما يمكنلكش تعطي. قال لك الشي من الشي نزاهه وشي من قلت الشي سفاها، يعني خص تكون مقاد بعدا ومغطي الامور ديالك، الواجب ديالك قايم به، المسؤوليه ديالك عاد وهب. اذا ما يمكنلكش تملص من المسؤوليه وتبقى تعطي للناس وانت مازال الناس كيسالوك فلوس. واضح. كاين شي سؤال اخر في الهبه؟ بزاف الناس تيهربوا، فوالا تيهربوا من الهبه حيت تيقول لك خاصني نخلص على ود الهبه. لا، اللي تيوهب هو اللي تيخلص. شحال خاص يخلص؟ لهذاك الخلاص خصكم يسولوا الموثق، هو اللي عنده تكوين خاص باش يجاوب على شحال ديال الضريبه، شحال النسبه المئويه، شحال حال التسجيل، شحال ديال التحفيظ. لا مفر من هذا الشيء. لا لا، خص لازم داك الشيء غير هو اقل من 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 البيع. الهبه غير هما الناس تيخشي شويه ديال الصفا، يكون الصفا ما يبقاوش الناس يهربوا يديروا الهبه باش يهربوا من المصاريف. خص يكون تيدير هبه حيت باغي يعطي هبه، هو تيكون غادي يبيع وتيدير لها هبه باش ما نخلصوش ضرائب سوريه، باش ما نخلصوش بزاف وكنزقوا في مشاكل. لا، الواحد يكون صافي ملي غيكون غيدير هبه غيدير هبه، وملي غيكون غادي يبيع خصو يبيع. اذا بزاف ديال الاطفال ايضا الاباء بعض الحين خاصه الامهات ولا الاباء بجوج كيكونوا والدين غير البنات. ملي كيكون والدين غير البنات تيقول لك انا خفت، انا اصبح انا كنخدم حياتي كلها، شريت دار او جوج ديال الديور بغيت نكتبهم لبناتي هبه. ها كيعطيهم هبه لبناته، هو ما يمكنلوش يبيعهم ولكن يمكن يردهم، هذا هو الاعتصار حيت ولاده او بناته. ولكن هنا تنقول لهم الله يجازيكم ردوا بالكم، حيت داك البنيته ولا داك الوليد اللي كتعطيه هما كيعطيو للبنات، علاش؟ باش ما يدخلوش عمامهم. ها في الارث خصي يصفي انسان يكون صفي. شحال من واحد كيحسب هذا الحساب وكيعطي كيوهب واحد السيده مطلقه وراجلها علاقتهم ماشي هي هذيك، ماشي يعني حياتهم كلها اللي عاشوها كانوا مشاكل، ماشي مستقره، مشات تكتب لبنتها كل شيء. علاش كتبات ولا وهبات؟ لا يعني دوزات الملكيه لبنتها، هبه او بيع او اللي بغيتي. علاش؟ باش راجلها اللي علاقتهم ماشي تال تما ما مطلقينش، ما يوردش فيها الا ماتت هي. شكون اللي غيموت؟ البنيته. البنيته كتموت وباك يدخل في الطلاق. يعني يمكن الانسان يتاخذ تدابير باش يضمن بعض الحقوق ديال بعض الاشخاص، ولكن تكون دائما النيه صافيه، ما يبقاوش يقلبوا شي امور اللي شرعها الله ويبغيو يقلبوه. ثانيا كاين اللي كيعطي الهبه للبنات باش يحرم مثلا العمام، باش ما يدخلوش العمام. كيجي هذيك البنت كتزوج وكيدوز واحد العام عامين ثلاث سنين، ثلاث ايام ديال الباكور كدوز، وكيجي داك العريس يقول لها امك وباك هاد الارض ديال من الدار ديال من؟ تقول له ديالي. واش سمي ايه في سميتي؟ امك وباك راه عيقوا علينا شويه، راه تقلوا علينا. تيبقى داك النقير. ولكن حتى استثناءات هادو بروفيسور. اي يعني. ولكن طبعا استثناءات، حنا الحمد لله تبين بان هذاك الحساب اللي تيحسبوه الناس بعد خاصه تيخرج في الخصوم. غير شوف هي يكون انسان نيه حسنه، نيه طيبه، حيت راه دايا ونهربوا. كاين واحد المراقب كبير، انسان يكون صفي. اذا داك الولد كيبقى على داك البنت، خرجي امك خرجي باك خرجي امك خرجي باك، هادشي وقع هادشي وقع. تيخرجوا كيمشيو يكريو من بعد 60 عام و70 عام في عمرهم عاد تيقلبوا باش يكريو. اذا الواحد يرد باله، تكون النيه حسنه، تكون النيه صافيه، ويمشي الانسان فيما يرضي الله ويطبق القانون، غير يكون عارف راسه شنو باغي بلا ما نبقاو نديروا. واللي مزيان في هذه الهبه هي فيها الاستثمار، يعني يقدر اعتصار. الاعتصار باردون، الاعتصار يعني يقدروا اللي وهب يقدر يرجع هذاك الشيء. أيه. يعني دونك تصلح الوليدات وخاص بحال هكا. وخاص هذا الاعتصار، هذه مساله مزيان اللي رجعتي لهذه النقطه، خاص لازم هذا الشرط ديال الاعتصار يكون في العقد نكتبو ولا ما كانش انه يجوز. يعني ماشي بديهي، ماشي لا اذا ما كانش تحرم الحق الاعتصار، صافي تتولي بحال الصداقه في العقد. يقول بانه الواهب له الحق في الاعتصار في الحالات كذا والحالات المنصوص عليها في القانون، ولكن خصو يعطي راسه هذا الحق في العقد. الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نتكلموا على النفقه وكذلك على واحد الاقتطاع. الاقتطاع من المنبع او المصدر. هذا الاقتطاع وهذا الاعتصار. الاقتطاع ذكر الاقتطاع والاعتصار تنتعلموا من عندكم الناس ديال القانون الاقتطاع ديال النفقه من المنبع. علاش هذا الموضوع مهم؟ غير حيت بعض النساء ملي كيطلقوا كيبداو يسعاو رجالهم باش ياخذوا النفقه لاولادهم، وهي لا راه يمكن تلقاتي على داك الكرامه، ما تبقاش تبع الراجل يعطيني النفقه، حيت الراجل ماشي دائما كيكون راجل راجل. اذا كيخصو اللي ندق عليه باش يعطيني فلوسي. اذا ملي كندير له الاقتطاع، هذا هو الاهميه ديال الاقتطاع من المنبع، المراه ما كتمشيش تسعى. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.